بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح. حلقتنا اليوم مع بداية العام الجديد، نقول كل عام وانتم بخير، كل عام وإن شاء الله دائما أنتم أحلى، كل عام وأنتم إن شاء الله دائما في سعادة، كل عام وأنتم إن شاء الله دائما كذا أفراح ومسرات وأخبار طيبة، وحياتكم إن شاء الله دائما كذا ورد في ورد. أنا اليوم وأنا داخل الاستوديو يعني يمكن أقدم تحية لفريق برنامج قهوة الصباح، قدموا لي هذه الباقة. يعني صحيح هم كريمين وأنا أستاهل، يعني ها شوف اللي ما في حتى إحساس. أشكر فريق برنامج قهوة الصباح على تقديم باقة الورد، وأقول لهم دائما ما يجي من الورد إلا الورد، والله يديم هذه المحبة بيننا كفريق عمل. وأنا سعيد جدا أن الإنسان كذا يبدأ حياته ببهجة وسعادة. ما أدري العادة الواحد لما يكون في مثل هذه المواقف تتلخبط عند العبارات، أنا أحاول بقدر الإمكان عشان ما يبان علي فأتعامل مع الموضوع عادي، ونحن متعودين على هالورد، ولكن دائما هم سعادتهم وكذلك نجاحهم وتفوقهم من نجاحي وسعادتي وكذلك تفوقي. بدونهم ما ممكن نكون نقدر نعمل هذه الخطوة. تأكدوا كمشاهدين احنا كفريق عمل ترى نكون حريصين، لان في بعض الحلقات نتمنى تكون اقوى من كذا، نتمنى كل دورة تكون افضل من الثانية، ولكن حسب الامكانيات الموجودة عندنا والقدرات الموجودة نحاول نسير الامور عشان يطلع البرنامج بالشكل الصحيح واللي يناسب ذائقة المشاهد ان كان داخل او خارج السلطنة. نسعى دائما كفريق عمل ان نجعل لمفهوم الصباح شكل مختلف، ان كان من خلال المواضيع، من خلال الفقرات، من خلال حتى التقارير الصباحية، ونتمنى إن شاء الله القادم يكون أفضل ونكون قريبين منكم. وبالفعل لما يكون المشاهد إن كان من داخل أو خارج السلطنة يتابعنا يحس أنه موجود معانا، لا مو مجرد شاشة وتلفزيون وحاجز ومايك، لا احنا منك وإليك، نفس اللي يضايقك يضايقنا، نفس اللي يفرحك يفرحنا، مشاعر إنسانية طبيعية كما يطلق عليه في بعض الأحيان في بعض القنوات الفضائية تلفزيون الواقع. نبغى نكون واقعيين في تعاملنا مع كل الأمور. احنا نحاول نلامس بعض المواضيع، ممكن في ناس يقول عبد الله انتم ما قاعد تناقشون قضايا، برنامجنا ياخذ من كل بستان زهره، يمكن لما يكون في موضوع معين يحتاج تسليط الضوء نسلط عليه الضوء، ولكن لا يعني احنا مش فريق لحل هذه القضايا او التأصيل فيها، بعكس لما تكون هناك برامج مخصصه. في بعضهم يقولون انتم واجد تركزون على يعني الابتسامة زيادة عن اللزوم في برنامج قهوة الصباح، يعني مو الصبح، إذا واحد ما ابتسم لك على أول الصبح، اللي ما حد قال لك كلمة حلوة على أول الصبح، عجل متى بتقول لي إياها؟ يعني على نهاية اليوم قبل ما أنام، على الأقل عشان يكون يومي كذا دائما مشرق وفي الكثير من السعادة. بقدر الإمكان نحاول نتواصل مع كل الفئات، إن كان من الصغار، الكبار، الشباب والشابات، كل المواضيع بقدر الإمكان نحاول، يعني بجد لو الواحد بيرجع إلى سيرة ذاتية لبرنامج قهوة الصباح، يعني ممكن حدود 30 سنة هو هالبرنامج وهو مستمر على شاشة تلفزيون السلطنة، ومر يعني ما أعتقد في شخصية معروفة أو غير معروفة أو شخصية مجتمعية، طبيب، صحة، أدب، اقتصاد، ما كان لا طلة من خلال برنامجنا قهوة الصباح. ولو بترجعون بالذاكرة بتشوفون كثير من الأسماء كان انطلاقهم من خلال برنامج قهوة الصباح، إن كان في المجال الإعلامي، إن كان المجال الاقتصادي، الفني، الاجتماعي، السياسي. أيضا إحنا كان معنا ضيوف كانوا ممكن مدراء عموم صاروا في مناصب وكلاء أو وزراء من خلال برنامجنا قهوة الصباح. ففالنا خير عليكم، ها صباح الخير.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، تحية لفريق برنامج قهوة الصباح كلهم وعلى رأسهم المخرجين والفنيين والهندسة والإضاءة وكذلك كل من لا صغيرة وكبيرة والمصورين، ويعني أحد فريق تصوير بنوح الله يعطيه الصحة والعافية الحين قاعد الكاميرا 2 قال لي شغلة واجد ضحكتني على أول الصبح، يقول يا أخي ما شفناك من السنة الماضية، يعني حركات بنوح عجيب طلعت. عموما احنا في برنامجنا قهوة الصباح دائما كذا نحب يعني نكسر هذا الجمود بيني وبين المشاهد، نبغى نقول باختصار في مواضيع انا حتى لما اتواصل فيها مع ضيوفي بعض المرات يعني صحيح المهنية تتوجب علينا اكون قارئ الموضوع عارف تفاصيله، ولكن احب اعكس بعض التفاصيل اني انا في علامات استفهام مع ضد، يعني يعجبني ما يعجبني، وتعودنا دائما من خلال فقرتنا سيكولوجيا ان نحط موضوع ومن خلاله يعني نحاول نوصل الى حل، فقلنا يعني الله يعطيها الصحه والعافيه ضيفتنا العزيزه جناب السيده، فقالت خلينا عبد الله نعكس الايه، بمعنى خلي المتصل او المشارك اللي بيتواصل معانا على الهواء مباشره يقول وجهه نظره في السؤال اللي احنا بنطرحه مع ضد، لان احنا تعودنا دائما مع الخيل يا شقره، والله قالوا يمين كلنا يمين، والله بعدين لا، خلينا اعرف وجهه نظري الشخصيه انا يعجبني لكذا وكذا وكذا، ما يعجبني لكذا وكذا وكذا، وجهة النظر لازم نتعود على هذا الأساس، وحلو هذا الشيء يكون أيضا عند أسرنا، لأن لما يكون عند الابن أو الأب أو الأم وجهات نظر مختلفة ولكن في نقاط اتصال، حلقات اتصال لهدف أنها تمشي هذه المركب، بس مو بالضروري لما يختلف معاي أنه يصير عدوي، لا هو اختلف معاي وجهة نظره، هو مثلا يحب اللون الأحمر أنا أحب اللون الأزرق، ما بضر الغصب لازم يحب اللون الأحمر ولكن ما يحبه، خلونا نتقبل هذه المواضيع ووجهات النظر المختلفة من خلال السؤال اللي بنطرح لكم إياه بعد شوي، بس قبل خلنا نرحب بضيفتنا العزيزة والغالية جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد أخصائية طب نفسي، نقول لك صباح الخير. صباح النور، يا مرحبا، كيف حالك؟ بخير، كيفك السنة الجديدة؟ الحمد لله غير عن هذيك السنة؟ إيه كثير الحمد لله. يعطيك العافية، كل عام بخير إن شاء الله، وإن شاء الله سنة خير وفرح وسعادة إن شاء الله جميعا علينا جميعا إن شاء الله، وإن شاء الله ما تكون همسات السكون، كلها همسات سعادة إن شاء الله، إيجابية إن شاء الله، إيجابية إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب. اليوم إحنا يعني أنا عجبتني الفكرة إن كيف بنطرح إحنا هذا الموضوع، العادة في برامج تلفزيونية متخصصة وفي برامج مثل برنامجنا يعني تفتح مساحة تخصصها خلال الأسبوع لمواضيع النفسية، إحنا لما نسمع كلمة نفسية يمكن في السابق، الحين الحمد لله في تحسن كثير في ال 15 سنة الأخيرة، إن بعض مرات نربطها باكتئاب دائما بالأشياء النكدية، ها بالاكتئاب، ضيقة الخلق، مع هذا المفردات الاجتماعية، بس هي ممكن تكون بعض المرات إن إنسان عنده قلق تجاه نجاح معين، عنده مثلا اختبار، مثلا الطلبة الحين قاعد يعانون الاختبار الله يعينكم عليهم، توتر الاختبار، فالحالة النفسية هي مصدر لما تكون مستقرة الإنسان يقدر ينطلق بشكل صحيح، بس ناخذ فكرة هذه وبعدين بطرح أنا السؤال على المشاهدين عشان اللي حابين يتواصل معنا، بمدى أهمية الحالة النفسية تكون مستقرة؟ طبعا أهمية أنها تكون مستقرة لها 1,500,000 أكثر من ما أقدر أوصل الأرقام، نعم. أهمية مثال بسيط، اليوم الصباح لما انتجيت وعطوك الورود تغير، تغيرت شوي وتحمست، يعني انه شيء حلو، فانه انا اجي بطريقه ايجابيه او احس انه هدوء او استقرار في حالتي النفسيه اقدر اني انتج بشكل جيد، اقدر اتعامل مع الناس بشكل جيد، وهذا هو الهدف اللي احنا متواجدين للناس لهالشيء، وخصوصا هذا الفقره اللي احنا حابين انه نتواصل مع الناس انه نكون اقرب ليهم. ممتاز، أتمنى نحط سؤالنا على الهواء وهو يقول ما رأيك في البرامج التلفزيونية المتعلقة بالجانب النفسي؟ نبغى نسمع وجهة نظركم، إيش اللي تحبون يكون في هذا البرنامج؟ يعني إحنا نبغى نبدأ الدورة الجديدة مع أفكار عند الناس، والله نبغاكم تركزون على هذه المواضيع، هذه النقاط، والله يا ليت تكون طريقة التحاور بهذا الشكل، منكم نستفيد لأن منكم نتعلم، وإن شاء الله نقدر نحاول بقدر الإمكان نفيدكم، اللي بيتواصل معنا على 24943701 من داخل السلطنة الحبيبة ومن خارج السلطنة الغالية على 00968249437701. أيوه أنا حابة أن أقول شيء، الفكرة اللي جات
عشان هالفقره. احنا الحين صار لنا اكثر من دورتين دوره ايوه. فقلنا ليش ما نغير، لانه دائما الروتين يخلي الواحد يمل بعد. صحيح. فالفكره انه المشاهد يحس انه هو عنده القرار بعد، انه يختار ويتكلم. نعم. ما بس احنا نعطيه هو المعلومات، هو يفيدنا احنا. نعم. كثير من الاوقات الناس يحسوا انا اريد اقول شيء، اريد اتكلم، بس ما عندي الفرصه او ما عندي المجال اني اتكلم في هذا الشيء. فلاحظت في الفقرات ما لنا دائما معنا وقت. نعم صحيح. يعني ومحددين حتى الموضوع ما معطينا أيوة فرصه. حسيت ما في يعني ما جالسين نعطي بطريقه كافيه. فان شاء الله المشاهد ما يحس باي نوع من الاحراج او اي نوع من الخجل. واذا حس واذا عنده نوع من الاحراج او الخجل، بالعكس هذا بيساعده. نعم. انه شوي يغير هذا الطبع. ممتاز. فان شاء الله يتشجعوا، ولا تنتظروا حد يتصل بعدين تتصل على طول، شيل التليفون واتصل. اذا انا احييك على هذه النقطه، لان يمكن ملاحظه لاحظتها في البرنامج ان ما تجينا اتصالات الا بعد لما يجينا الاتصال الاول بعدين الاتصالات اللي بعدها. فاتمنى بالفعل انكم تشاركونا وتساعدونا عشان نوصل الى نقطه مهمه لنا ولكم، عشان بهذه الفقرات انها تكون جيده بالنسبه لكم وتكون فيها الفائده. اذا ما رايك في البرامج التلفزيونيه المتعلقه بالجانب النفسي؟ انت ايش تحس السبب انه الناس مرات يخجلون يتصلون؟ لو انت جالس تشوف التلفزيون. لا احنا عندنا برنامج. انا اتكلم أيوة بوجهة نظر بالحكم الخبرة اللي صارت. أيوة. في عندنا احنا خجل الخطأ. أيوة. أو أني ما أقول الإجابة الصحيحة. صح. هذا يعني كنا مرينا أيام ما كنا حتى في المدرسة. أيوة. كنت في تردد عند الطلاب. صح. ممكن تكون عند الإجابة بس متردد، لا يمكن ما تكون إجابتي صحيحة. أنا كنت حابة أقول هذه النقطة. نعم. أنا أتذكر في المدرسة كنت نفس الشيء، أنتظر شخص يرد عشان أنا أرد، بعدين أقول لا 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 يمكن بيكون جوابي صح، ويطلع جوابي هو الجواب الحق. ممتاز. يعني النموذجي بعد ما علي أرمي نفسي في الماء مثل ما يقولوا، أجرب بدل ما أندم، لأن الواحد بعدين يحس أنه أنا كنت أقدر أسوي هالشيء، كنت أقدر إني أتكلم، ليش ما تكلمت؟ فهذه الأشياء اللي إحنا كأننا نتعلمها من المدرسة، فيرجع نفس الشيء دائما نتكلم عن البيت، إنه هذا التشجيع يجي من البيت، بعدين من المدرسة، من الحياة. ممتاز. نفسها. جاتنا الاتصالات، نستقبل أول اتصال نقول مرحبا، السلام عليكم. أتكلم في التلفزيون، يسمعون صوت التلفزيون. أنت معنا على الهواء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، مين معاي؟ السلام عليكم، شو أخبارك؟ حياك الله، مين معاي عفوا؟ معك أنور سالم من هنا الفارسي. حياك الله يا أنور، تفضل. أخبارك طيب؟ بخير الله يسلمك. أشكرك على هذا البرنامج اللي طرحته اليوم. تسلم وأشكرك على تواصلك. طيب. تسلم. أشكر على السيدة الموجودة معك السيد سعيدي. تسلم. شكرا شكرا. بس أنا عندي موضوع ثاني خبرتي أتكلم بخصوص، عندنا مشكلة في عندنا احنا كم يوم واقفين البرنامج، موضوع ثاني نتكلم عنه. ما سمعك، لحظة شوي لحظة شوي عشان أركب. سبعة أيام واقفين في العمل في شركة الأرض اللي جاي، وسمعت عنه في الإعلام. ما بس عيد لي إياه لأن أنا ما سمعتك. أنا عيد لي إيش اللي قلت لي، الموضوع إيش اللي بتكلم فيه؟ لا. الموضوع الثاني يا عبد الله، وهو على شيء معين، نتكلم على شيء عندنا موضوع اللي هو اتكلم على وقوف عندنا عمل في الشركه. وقوفكم في العمل، وقوف توقيفكم قصدك في صارنا سبع ايام توقيف، يعني تم توقيفكم ولا انتم وقفتوا عن العمل؟ بس عشان تكون صوره واضحه بالنسبه لي. وقفنا احنا العمل، لكن جانا رد من الفرع الرئيسي هو في فرنسا. انتم موضوع مال شركه البترول، خلينا نكون واضحين. ايوه نعم، سمعتوا عنه في الاعلام. اي نعم. طيب سمعت عنه لحد الحين ما صار لنا عبد الله ابدا شيء، واحنا لا زلنا موجودين في الشركه، موجودين داخل الشركه. تعرف انا انور اتمنى لو يكون عندي برنامج يخص هذا الجانب، ولكن انا بس بعطيك فرصه انك قلت عشان لانه مو هذا الموضوع منتشر في شبكات التواصل الاجتماعي. عبد الله احنا ما عندنا اي رقم نتواصل معاه. لا لا لحظه انور انور عشان خاطر بس اعطني فرصه اوضح لك ايش اللي انا اقصده. برنامجنا قهوه الصباح، بس عشان ارجوكم يا جماعه، والله العظيم انا مش ضد اي موضوع انه يطرح في برنامج قهوه الصباح، ولكن هذا البرنامج لا شخصيه. اخلص موضوعك،
انا داري قريتها في الانترنت عشان بس تكون الناس ما يكون فيها لبس، انا في مجموعه من المنتسبين لاحدى الشركات عندنا هنا في السلطنه لشركات البترول عملوا نقدر نقول الوقف توقف عن العمل، بعدين جاهم فصل تعسفي من الشركه الام، صح هذا الموضوع ولا لا؟ هذا هو صحيح؟ نعم صحيح. عندي خبر، انا الحين انتم الحين تبغون تشوفون الحل القانوني او المخرج القانوني للوضع اللي انتم فيه، صحيح ولا لا؟ نعم. انا غير مخول اني اجاوب لك على هذا السؤال، ولكن الحين انا قلت الموضوع على الهواء، فالجهات المسؤوله عن هذا الموضوع كيف انها بتحله فاتمنى تحله، ولكن انا في برنامجي وشخصيه البرنامج ما يعني مش مسموح لي اني اقول ان هذا زين، مش قصدي ان في احد يعني مانعني، ولكن شخصيه البرنامج لا تسمح لي ان اطرح مثل هذه المواضيع. واشكرك جزيل الشكر على تواصلك يا انور، واتمنى تنحل موضوعكم وتشوف لكم مخرج قانوني، كلفوا محامي، تروحوا نقابة المحامين، المسؤول جمعية المحامين عندنا هنا داخل السلطنة، ونشوفوا المخرج القانوني لهذا الموضوع، كيف صارت الإجراءات وكيف صارت الحلول. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عبد الله سيف العوفي، شو أخبارك؟ الحمد لله، يسرك الحال. يا مرحبا، الله يسلمك، كل عام وأنتم طيبين. صحة وسلامة إن شاء الله يا الله يسلمك. حياك الله يا سيف. والله حقيقة هذه البرامج ممكن تكون جزء من العلاج. يعني البرامج التلازم المتعلقة بالجانب النفسي، نعم، هي تكون ممكن أن تضع الحلول، نعم، يعني ممكن تضع العلاج، يعني إذا الشخص مثلا تابع هذا البرنامج لأنه يكون يسمع ويرى بعينه، نعم، يعني إذا كان شيء لقاء مع طبيب نفساني أو من هذا القبيل ممكن واحد يعرض حالته النفسية. ممتاز. هذه تعتبر نوع من العلاج الطبي النفسي. ممتاز. وحقيقة أنا أشجع على هذا، أشكرك. لأن كل برامج سواء كان برامج أطفال أو برامج نفسية هي تعتبر هادفة في نفس الوقت. يعني ما تعتبر يعني ما ممكن نعتبرها أن هي عبث، لا، هي تعتبر يعني برامج هادفة تريد تصل إلى حل. ممتاز ممتاز، أحييك يا سيف، أنت من المتصلين اللي أعتز فيهم إن كان إذاعية ولا تلفزيونيا. نعم. أقول لك أنا من المتصلين اللي أعتز فيهم كان في الإذاعة أو في التلفزيون. الله يعزك، كل ذوق طال عمرك. تسلم يا سيف، مشكور يا سيف. ايضا معنا اتصال، نقول مرحبا، السلام عليكم. بس قبل ما الاتصال يجيني، اتمنى لا تحطونا في مواقف يعني تحسسونا ان احنا ما نبغى نكون معاكم في الصف، يعني احنا الموضوع اللي حاطينه ما رايك في البرامج التلفزيونيه المتعلقه بالجانب النفسي. والله صدقوني يعني لو عندي برنامج يخص القضايا من عيني هذه قبل هذه، ولكن خلونا ناخذ يعني لكل وقت يعني لا جوه ولا مواضيعه ولا اطروحاته، ولكن دائما انتم عزيزين وغالين على قلوبنا. نقول مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. مين معاي؟ تفضلي. معك نهى الكيوني. تفضلي يا نهى. كيف الحال؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. طبعا احييكم على البرنامج الاكثر من رائع. تسلمي. قهوه الصباح. تسلمين، الله يعطيك العافيه. وعلى تشكيلته الجديده ونقاشاتكم طبعا اللي تثري ذائقه الشارع العماني او الشارع العربي بشكل عام. نتمنى يا رب، نتمنى. طبعا الموضوع وايد شدني اللي هو ايش راينا بالبرامج التلفزيونيه المتعلقه بالجانب النفسي. طبعا الجانب النفسي حله دور كبير في انه انت كيف بتقدر بعدين تعرف الناس، يعني لازم يكون في برامج تختص كيف الناس يقدروا يعبروا عن نفسهم. ممتاز. يقدروا يعبروا عن طموحاتهم بدون ما يحسوا انه في هناك كبت او في مثلا انه ما في دلو، احنا نفرغ في طاقاتنا. ممتاز. اشياءنا اللي نحس فيها خصوصا فئه الشباب. ممتاز. زين نوها، خليني يعني شوي عشان اكسب الوقت شوي، في مواضيع حابين نطرحها مثلا او نقاشات حابين نطرحها خلال الايام القادمه من خلال هذه الفقره؟ خاصه يعني في برنامج قهوه الصباح؟ لا، في بما يخص الجانب النفسي عشان اكون اكثر تحديدا. يعني قصدك يكون الجانب النفسي في حال فقرة في برنامج قهوة الصباح؟ احنا عندنا فقرة نفسية كل يوم أربعاء، ايش المواضيع اللي تحبين في هذه الفقرة نطرحها خلال الأيام القادمة كوجهة نظرة شخصية؟ طموحات الشباب.
طموحات الشباب؟ ايش طموحاتهم؟ ايش الاشياء اللي طبعا في احيانا كل مرحله من مراحل عمر الانسان يمر بطموحات معينه، فجاه لما بينتقل من مرحله ثانيه بيحس ان طموحاته تغيرت. حلو، يعني حلو ندرك بالضبط احنا ايش نريد، بدل عن انه طموحاتنا تتغير من فتره لفتره، فبتحس انه ما في هدف معين. تمام يعني. ان شاء الله، شكرا. نهى، بغيت اسالك، كيف حسيتي لما مسكتي تليفون واتصلتي على البرنامج؟ حسيتي بخجل او اي نوع من التردد؟ لا انا دائما بصراحه مبادره. ما شاء الله. حلو. يعني حلو ان شاء الله. لأن أنا أعبر عن رأيي وكذا. ممتاز. هذا بعد يرجع إلى ثقة بالنفس يعني، ما شاء الله. شكرا يا نهى. بعد معنا اتصالين، بعدين نجري معك شوية حوار حول التعليق على الاتصالات. نقول مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير لك عبد الله. صباح الورد، يا مرحبا، هلا والله. مين معاي؟ كل عام وأنت طيب. وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله يا رب. الله يخليك. عندك عبد الله بن طالب بن عبد الله. والله حياك الله يا السمي. يا مرحبا عبد الله، تفضل. الله يطول عمرك يا ابو خير الاسماء، ما اسم محمد وما عبد. الحمد لله الحمد لله. حياك الله. وبسمة الصباح زي الورد يعني. يا سيدي الله يسعدك ان شاء الله الدنيا واخر يا رب. والله ما في فلوس يا رجاله. تسلم يا عبد الله. بعضهم بخيلين، ما ادري من جوانب يعني، ما يحسوا فيهم بخل شويه. قصد شوي. ما تدري الخاطر بعد يكون محمل ببعض الجوانب تخلي الواحد يتعكر صفو مزاج. اول السنه يا عبد الله، اول السنه باكوره السنه الواحد يبتسم، يعني انت كما تريد، مثل ما قال الاستاذ صلاح، انت كما تريد. نعم، تصير سعيد وتكون سعيد والله. نعم، تكون نحيس وتكون نحيس. لا ان شاء الله يبعد الناس. الله يسعدك يا عبد الله. نعم، الله يسعدك. نعم، احب اهني جناب السيده. نعم، بسمة بنت فخر سعيد. نعم، وكل عام وانت بخير. واريد اقترح في هذا مثل الفكره السيكولوجيه، اذا تفضلتم يعني اقتراحي، حتى يكون في هناك تحصل، انت تعرف يا الاخ عبد الله، تحصل ما بين الاسر يعني مشاكل على الجهال وما ادري شو الاطفال وما يعني مشاكل تافهه، ما تحتاج حد يعني كلام سليم يخليها في باله، صح ولا لا؟ صحيح، مشاكل اسريه. حاضرين يا عبد الله. اسريه هي والله. عزيز اقتراحي، واتمنى لك يا ابو حميد يا سمي الغالي السباح اللي تسبح، ومرات في الجبل ومرات في البحر اشتغل. على راسي. شكرا يا عبد الله، تسلم الغالي. احسن، اتمنى كل عام وانت بخير وانت جميع السلطان. امين. تعيش الاف السنين. امين. تاج على روسنا. الله يخليك، تسلم يا عبد الله. وابناء عمان كلهم، حتى المقيم على عمان واللي يحب عمان نتمنى فيه كل خير. الله يخليك، تسلم يا عبد الله، وتسلم لمشاعرك. تسلم يا ابو حميد، البريم يا ابو حميد. والله عزيز وغالي. حاضرين. اذا بغيت برد ولا حاجه، تسلم. اذا بغيت برد من عندنا برش بحرك بارسل. الله يخليك، تسلم يا عبد الله. بشكور يا غالي، بشكور. تسلم على اتصالك. اخر اتصال في هذه الفقره، بعدين بنرجع ناخذ اتصالات ثانيه. نقول مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. صباح الورد، يا مرحبا. مين معاي؟ معك عبد الله العامري. حياك الله يا عبد الله، ما شاء الله كل بيت عبد الله اليوم كلهم اللي متصلين، تفضل يا عبد. والله حقيقه البرامج اللي تقدموها ربما يعني تكون ممتازه، لكن اتمنى ان تكون اكثر تخصصيه. ممتاز. وان تتنقل بين كل فتره من مرحله الى مرحله. ممتاز. يعني حقيقه حتى ان الاخت اعتقد الموجوده عندك وكل المستمعين يعرفوا ان حاله نفس الانسان مثل يعني مثل الماء، مره تكون دافئه مره تكون بارده، لان مخلوق هو اصلا من الماء حقيقه. يعني فانا اتمنى ان تكون في بعض من الاحيان اكثر تخصصيه، بمعنى ان يوم نناقش مثلا الحاله النفسيه مثلا عند الاطفال، بعد فتره ربما يعني الحاله النفسيه اذا سمح الله الشخص القابل للزواج، وهو دائما في محطات عمر الانسان يكون تتنقلوا فيها، حتى الانسان يكون يعني ما يمل يعني المتابعه حقيقه. ممتاز. يعني ممتاز، وهذا اللي احنا يعني هدفنا، تاخذ من حياه الانسان 60 سنه حتى الى تقاعده. يعني حقيقه انا 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 اتمنى يعني ان شاء الله لما كنت اتكلم على الانسان نضع له ما تقول بدايه ونضع له ربما يعني نهايه افتراضيه، فنتنقل حقيقه يعني مع عمر في هذه الحياه ونخاطبه بهذا الحس النفسي، لان الحقيقه يختلف الحس النفسي بين الصغير والكبير. كلام سليم. يعني كلام سليم. نريد يعني دائما حقيقة يعني إنكم يعني تأتوا يعني مع نحن كمشاهدين، إن نحس إن ما في واحد يعني
يعني ما مهتم به يعني من قبل حاضرين. من يعني من قبلكم يعني. وهذا هدف الفقره اليوم. اشكرك كثير يا عبد الله. انا اتمنى يكون كاك وسمحوا لي على الاطاله. لا عزيز وغالي عزيز وغالي عزيز وغالي عبد الله تاكد و... وشكرا شكرا بارك الله. شكرا لك على تواصلك. تسلم. انا اشكر كل اللي تواصلوا معنا من بدايه من انوار اللي يعني حاول يحط موضوعه لان اكيد جانب نفسي مؤكر للصف ومصدر الرزق و الى ذلك. وامس انا كنت اتكلم مع ضيفنا علي الشرجي خاصه هو قاعد يقول انت 2014 هي بدايه حقيقيه لاقتصادي جيد. أو نقدر نحط هذا المفهوم أن عام 2014 عام حلو بالنسبة لي. وسألت عن نقطة أنا كثير مهمة وهنا السوداوية أو الإحباط العام اللي قاعد يصير عند الناس. ومثل لما يصير نكسة مثلا أو موقف أو مثلا مصدر رزقي أنا صار أني أنا اتخذت موقف عشان بس أنا أعزز يعني هنا الصدمة بالنسبة لهم أنهم حاولوا يعملوا رد يعني موقف عشان يحصلون ردة الفعل الإيجابي حسب اللي هم يتوقعون ولكن جت التوقعات عكس فصارت النظرة الحين بس إنزين رجعونا للشغل. هذا اللي صاير يعني كيف ممكن هذا الجانب يعني على أني أنا أكون على حق في البداية كيف ممكن أحول هذا الإحباط إلى واقع إيجابي؟ الحين طبعا أنا مقدرة الإحباط اللي صار للأخ أنوار صح؟ حتى لما كان يتكلم صوته يبين أنه كثير متضايق حتى نغمة الصوت تعلى وتوطى مسكين. الإحباط لازم دائما يكون في حد مساند لهذا الشخص، يعني اكيد هم كانوا مجموعه. نعم. يمكن هذه المجموعه اذا تتقابل مع بعض ويجلسوا يتناقشوا ايش اللي صار، يجلسوا يد واحده، انا لاحظت كثير من الاحيان لو بناخذها بالعموم جانب سيدة. ايوه ايوه. اذا عامه يعني ايوه نفس يعني الحين انا بنتقل للعامة. انا اكتشفت كثير من الاحيان الاحباط يصير من خيبه امل حتى خيبه امل من الناس اللي احنا توقعنا بيكونوا مساندين لنا فهذه الاشياء بعد. وبعد اذا انا توقعت شيء ايجابي بيكون ويتحطم ويصير سلبي. الطريقه الوحيده اللي انا نفس الشيء انه احاول اني ارفع من معنوياتي لانه الحين اذا انا جلست في هذه الغيمه السوداويه مثلا ما في شيء بيتغير بس ما في شيء 100% اسود. زين بس نعطي اشياء عمليه عشان الناس بيقولون عبد الله انتم واجد تقولون كلام قريب للمثاليه مش واقعي. صح. يعني كيف اقول حق نفسي مثلا انا بعطيك كيف اقول حق نفسي اني انا ان شاء الله بكون افضل وانا قاعد مكاني وزي ما قلت في الغيمه السوداء هذه اللي انا جالس فيها ومو موجود الاشياء اللي كنت معتمد عليها او تخلت. كيف بقدر اتحرر من الحين الغيمة السوداء هذه إلا وفيها نقطة حتى لو خفيفة رمادية مثلا هذه النقطة أنا أشتغل عليها الحين بنبعد عن المثالية ونتكلم الحين أنا لازم أشوف أشياء ثانية أشغل نفسي فيها في هذا الوقت اللي أنا ما قدر أسوي حل لهذه المشكلة. ممتاز. يعني بدل ما أنا أجلس مكان واحد ليش ما أبدأ أطلع أو أزور الناس أو أتمشى أو أراجع نفسي الأشياء اللي كنت غلطانة فيه يمكن في مجال العمل وكذا مرات صعب حتى التغيير. ممتاز. أدور على شيء ثاني أدور على حلول ثانية ما لازم هذا الحل وخلاص. إعادة ترتيب. أيوة يعني الواحد يرتب أفكاره من أول وجديد. ممتاز. بس إذا الواحد جدا حاسس إنه كل شيء ما في حل لازم يغير من الجو اللي هو فيه. ممتاز. يعني يخرج من الموقع اللي هو فيه يخرج يسوي اي شيء حتى لو شيء بسيط. ممتاز. بيغير من هذا الاحساس. سيف ونهى وعبد الله المبتسم المبتهج ما شاء الله عليه وكذلك عبد الله عبد الله لان موضوع لنا حدد نقاط معينه نبغى نناقشها. تكلموا عن جانب كثير مهم ان مثل هذه البرامج تكون موجوده في وجهه نظرك الحين بحكم الزيارات الميدانيه اللي تقومين فيها او اللي قاعد يزورونك داخل العياده او اللي تتواصلين معاهم مباشره او اللي تتواصلين معاهم من خلال برامج قهوه الصباح، اكثر النقاط حسيتي من يعني هم كلهم اجزموا انه مهمه مثل هالنوعيه من البرامج، ايش النقاط القادمه اللي ممكن احنا لازم نخاطب فيها الناس وجهه النظر؟ انا بخليك الحين كذا كمتصله يعني. انا لاحظت كثير من الناس بالعكس كثير كانوا يحسوا انه الكلام كثير قريب لقلبهم طريقه الكلام يمكن الحوار اللي احنا نقوم به عبد الله ما جامد فهذا كثير اسمع الكلام. الشيء الثاني كانوا يقولون انت تتكلمي مرات تقولي لهجات لهجة حتى مهمة لأنه قريبة أيوة نفهم نفس الشيء. المواضيع الأشياء اللي تصير لنا من اليوم ليوم يعني ما مواضيع خيالية مثلا ما موجودة عندنا فهذه كانت بعض النقاط اللي كانت كثير مهمة. أنا عن نفسي أبغى أنه هم يتكلموا أكثر. نعم. تكلمنا إحنا عن التعبير في إحدى الحلقات وهذا التعبير شيء
كثير مهم. اليوم مثلا اتصلوا كانوا يعبروا عن مشاعرهم، نعم. ان كان بالضحك او ان كان بالزعل والاحباط، هذا الشيء بمجرد انه الواحد يسوي هالشيء او حتى لو ما اتصل بس يسمع على التلفزيون انه في ناس اتصلوا يحسوا اوه هذا الشخص مثلي، نعم. انا احس انه عندي نفس المشكله. فهذه البرامج تشجع من هالشيء انه ما في حياة، في اشياء تصير لنا كلنا، وهذه الاتصالات تخلي الناس يفهموا صح والله في، نعم. ما بس هي تتكلم وما اصلا هذه الاشياء ما تصير عندنا، نعم. الخيال. على طار التعبير قالوا لي في الوالده واحد من الامهات الله يعطيها الصحه والعافيه حابه تشاركنا على الهواء، نقول مرحبا. السلام عليكم. الو، يا مرحبا. مرحبتين. يا مرحبا، مين معاي؟ معك امنه. تفضلي يا امنه، تفضلي. كيف الحال؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. بنهنيكم بالسنه الجديده بس كذي شفت الرقم بالتلفزيون وده تابع التلفزيون بس بهنيكم بالسنه. كل عام وانتم بخير وعافيه ان شاء الله يا رب. نهني على قابوس بن سعيد بالسنه الجديده وكل عام هو بخير. امين ان شاء الله والجميع والامه العربيه والاسلاميه يا رب. يا مرحبا فيك، يا مرحبا. الله ما قصرتي يا الوالده، تسلمين على تهنئه، يعني اتصالها بس حابه انها تشاركنا وتعبر عن تهنئاتها بهذه المناسبه. عبد الله حدد جانب كثير مهم وطالب ب يعني حتى كررها باكثر من مره، احقيه مثل هذه المواضيع علينا كانسان لازم المفروض ناخذ تفاصيل حياته جزء جزء. يعني مرحلة الطفولة، صح. مرحلة ممكن حتى ممكن أزيد عليه لحظة الطفل البكر اللي منتظرينه 9 شهور، صح. كزوج وزوجة في نفس الوقت ما قبل الزواج في كيفية التحديد النفسي، يعني مثل هذه الجوانب الدقيقة نقدر مثل ممكن هالبرامج إن تكون لها مساحة خاصة في خاصة بنناقشها بجانب تفصيلي أكثر. أيوة. الحين إحنا في الحلقات اللي مرينا فيها تكلمنا عن هالمواضيع، نعم. بس يمكن اللي نقدر نسويها أن نتكلم بها بطريقة أيوة أعمق، مثل ما تكلمنا عن مثلا العنف الأسري، نعم. نعم. نتكلم عن الطرق الوقائية، ما تكلمنا عن الجانب الثاني إيش، نعم. لو الأسرة ما مثلا في حال استقرار إيش يصير، إيش لو الأسرة لا في بين في مشاكل، يعني هذه الأشياء أكيد تعيق حياة الإنسان حتى لما يكبر ويصير له مثلا إحباطات أو شيء بيقدر يتعامل معها بطريقة مختلفة من الشخص اللي مثلا طول حياته كان في إحباطات. فنشوف حتى في هذا الشيء في فرق، فيمكن إحنا نقدر إنه نتعمق في المواضيع. طبعا هذا بمساعدة الجماهير، هم إيش حابين يعني المواضيع بالضبط نتكلم فيها. الحين انا المواضيع اللي هم جالسين يقولوا انه نبغاها هذه مواضيع تكلمنا عنها، نعم صحيح. فايش ايش ايش هو النقص اللي احنا سوينا؟ هل خبرونا عشان احنا نقدر انه نطوره؟ يمكن التوقيت مال البرنامج ممكن خلينا بعد يمكن بعض المرات محتاجين نحدد نقطه معينه محدده في الموضوع، يعني مثلا لانه دائما يكون في شموليه، صحيح. يعني مثلا لما نقول هذا ما قبل الزواج، أيوة. يعني هذه مليانه ما شاء الله فيها تفاصيل كثير، بس ايش الموضوع اللي احنا بالضبط، صح. اللي قاعده هي الحاله، صح. النفسيه بالنسبه للزوج والزوجه و الى ذلك، صح. يعني البيت الجديد، الحياه الجديده، يعني المستقبل و الى ذلك، يعني نحد ان شاء الله من عيوننا الثنتين. ولكن تاكدوا احنا سعداء كثير بهذا يعني التواصل، كل واحد قاعد يعطينا وجهه نظر. اذا في اتصالات تعطوني خبر بس، لأن هدف الفقرة اليوم أن نأخذ أكبر عدد من الاتصال. نقول مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، مين معاي؟ أم عمران. تفضل يا أم عمران. أولا حبيت أشكرك جزيل الشكر عبد الله على هذا البرنامج قهوة الصباح. الله يخليكم. فعلا يعني قهوة الصباح في هذه الفترة وصل للجمهور بسبب أسلوبك. الحمد لله. بسبب الحمد لله. في الطرح فريق العمل. وهذا اللي إحنا نحتاجها من المذيع. إنه يكون في قمة البساطة والشفافية بحيث إنه يقدر يوصل للناس. تسلمين يا أم عمران. هذا السبب الرئيسي لنجاح هذا البرنامج في هذه الفترة. حقيقة البرنامج قهوة الصباح يطرح من زمان، بس هذه الفترة أحس إنه لاقى إقبال أكثر. الحمد لله. متابعة أكثر. الحمد بسبب لله. الشفافية في الطرح. الحمد لله. الحمد واختياركم لله. للمواضيع. الله يخليك، تسلمين. أما بالنسبة لتأثير التلفزيون في نفسية هذا أو البرامج التلفزيونية، هذا طبعا له أثر كبير. وأي برنامج يتحدث عن النفسيات يتأكد إنه في له جمهوره. كلام سليم. وحتى إذا يعني في برامج معينة أساسا صارت في عندنا في التلفزيون تتابع، ليش؟ لأنها هي أصلا تتكلم عن النفسيات، عن أشياء تخص أو تمس حياة الإنسان مباشرة. حلو. عشان كذا هي لاقت نجاح كبير، عشان كذا في لها متابعين كثير، ولو انها البرامج جديده، نعم. مثل برنامج انت كما تريد، يعني نعم. حقيقه كان له صدى كبير عندنا بسبب، نعم.
نفس الشيء المواضيع اللي جالسه تطرحها اللي تمس الحياه بشكل عام. كلام سليم. تحيه للاستاذ طلال الروائي. بالضبط. اما بالنسبه للاشياء اللي احنا نحب انكم تناقشوها، طبعا كل ما يمس الانسان هو مهم. بكل المراحل وبكل الجوانب. في شيء معين ابو عمران انت بالذات يعني على الاقل ودك موضوع او موضوعين نطرحها في خلال الدورات القادمه؟ ايوه، في موضوع اللي هي الام. الام والضغط النفسي اللي تتعرض له للبيت كزوجه كأم. يعني هذه محتاجه وقفه. حاضرين. غالبا الامهات دائما يعني يطلع بصوره الضحيه اللي هم مضغوط عليهم كثير. الامهات دائما يحتاجوا متنفس الى حد ما، على الاقل تقدير للجهود اللي هي ما حد مقدرينها اصلا. والله عزيز يعني الام مهما سوت ومهما هذا الكل يقول ان هذا واجب. نعم. بينما هو لا، هي تضحية أكثر مما إنها هي واجب. كلام سليم. وخصوصا الأمهات اللي يعني يتخلوا عن جزء كبير من حياتهم عشان مقابل إسعاد الزوج والأولاد. نعم صحيح صحيح. فهذه من الجوانب اللي إحنا نحتاج إنكم توقفوا عليها. إن شاء الله إن شاء الله. مشكورة يا أم عمران، تسلمي لي على اتصالك، ما قصرتي. بناخذ آخر اتصال عذرا لأن أنا تقريبا الوقت خلص عندي. السلام عليكم. راح معليش ناخذ الجزئيه هذه الختامية. ام عمران يمكن قالت مسك الختام، وخاصه نقطه الام. بالفعل مو عندنا بس على مستوى الشرقيين او العرب، على مستوى العالم كل الامهات تلقاها هي يمكن ترمي الغالي والنفيس كله في انجاح نجاح عياله وتفرح بنجاحهم. يعني انا بغيت اقول شيء قبل ما اتكلم عن هالنقطه. نقطه كثير جميله كثير من المتصلين هو التشجيع اللي سووه، وهذا شيء كثير كبير. صحيح. يعني يمكن ما حاسين التغيير اللي هم سووه الحين في الجو العام اللي موجود هنا. صحيح. واتوقع مع عبد الله بعد. صحيح. انزين، فحلو كثير هالنقاط انه نسويها كل يوم. نعم. يعني مع الناس. انا مرات لما مثلا اروح على المولات وهذه ادخل الدكاكين مثلا ووحده عمانيه ما شاء الله تبدا تبتسم وتعطيني الاغراض وخذي ويومك حلو ان شاء الله. انا انصدم صرت من هذا الشيء ما كانت تصير قبل. ادخل الدكان وتكون زعلانه وبعدين تكتب هنا مكتوب هناك ابتسم معنا. مرات ابغى اسالها يعني انت وحدك ابتسمي يعني ايش المشكله؟ فالحين هذا الشيء البسيط انا صرت اسوي شيء صغير هالايام، انه اول ما اشوف كذا ارجع لدي اقول على فكره انا كثير فرحانه اليوم، انت اليوم فرحتيني واستمري في هالشيء. ما تتخيل. صحيح. التغيير اللي يصير، لانه هي ما حاسه انه هي جالسه تسوي شيء كبير. نعم. يعني هي حاسه انه هذا شيء عادي، بس هي حتى لو انا مثلا داخله معصبه او زعلانه من شيء هي غيرت هالشيء. نعم. نفس الشيء الحين سوت ام عمران. نعم. انه مثلا هالتشجيع اللي اعطيتك انت تحس انه خلاص انا بطير. انا سوبر مان من الداخل صار. بس الشيء الثاني طبعا جدا مهم هي الام. الأم هي الأساس. نعم. هي أساس المجتمع. هي إذا ربت جيلا جيد المجتمع يكون بصحة، فأكيد أكيد هذا أهم شيء من المواضيع كلها. مش بعد لأني أنا مرأة وأم ونرجع. نعم. للرجل المرأة أكيد. نعم. الرجل له يعني سهم كثير كبير. صحيح. في المجتمع، بس الأم هي تظل الأساس. عشان كذا أكثر أشياء مثلا نسمع مصر مثلا أم الدنيا. نعم. مثلا أمنا، يعني هذه الأشياء كثير كثير مهمة. ممتاز. فإن شاء الله بنتطرق لها بشكل أكثر. أنا ما تتخيلون مصدر سعادتي اليوم، يعني من جد أنا من الأسبوع الماضي لما قلنا بنفتح هذا الموضوع وأنا شوي متردد، قلت بيصير هل بيتفاعلون. وعلى فكرة أنا حسيت لازم أكون صريحة. ايه. لما بدينا حسيت كان هذه كانت يمكن فكرة ما زينة، بس الحمد لله أثبتوا أنه إن شاء الله الحلقات الثانية إن شاء الله يا رب. يعني وأشكر كل من تواصل معنا وحتى اللي قاعد يقولوا لي الحين أن في بعض مجموعة من الاتصالات، ولكن أنا الفقرة انتهى وقتها. وهو دائما كذا، احنا دائما يمكن أزمتنا دائما مع جناب السيدة تقول لي دائما عبد الله الوقت قصير. قلنا هذا شخصية البرنامج، لازم كل بستان زهرة. شكرا لجناب السيدة. عفوا. نورتينا. عفواً. وكل عام سنة جديدة وبداية جديدة إن شاء الله وللجميع يا رب. إن شاء الله يبعد عنكم كل ما يضايق صفو حياتكم، وإن شاء الله دائما تكون حياتكم في خير مسرب. وإذا أحد يمر بضائقة الله إن شاء الله يهون عليه. أهم شيء تتكاتفون تحددون وتروحون للجهة المعنية عشان تخلص لكم موضوعكم. وأتوقع عرفتم من أقصد. صباح الخير. Thank you.
سعيا من نادي الشباب بولاية بركة إلى إبراز المواهب الشبابية التي تزخر بها الولايات المنتمية للنادي وتشجيعها وصقلها من خلال البرامج، جاءت المسابقة الثقافية سين جيم التي نظمها النادي في باكورة الأنشطة التي يشارك بها النادي في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي. اشتملت المسابقة التي حملت عنوان عمان الحلوة على 7 مجالات، منها معلومات عامة ومعالم سياحية عمانية وشخصيات من عمان والمشاريع التنموية وغيرها من المجالات التي شاركت فيها 9 فرق تم تصفيتها خلال 3 لقاءات. مسابقة الإبداع الشبابي التي تضمنت عدة مسابقات ثقافية جمعت الشباب و وضعتهم تحت سقف واحد في رحاب نادي الشباب. هناك تنافس كبير في جميع المجالات، في مسابقة الشطرنج، في مسابقة السنجيم، تنافس شديد أيضا في مسابقة التصوير الضوئي، في مسابقة الفنون التشكيلية وبقية المسابقات. وقامت اللجنة بدورها من ناحية عمل الإعلانات وتوزيعها ومتابعة المشاركين وتعبئة الاستمارات. نادي الشباب يضم في طياته 4 ولايات، ولاية بركة، ولاية وادي المعاول، ولاية نخل، ولاية العوابي، ويغطي شريحة واسعة ومساحة جغرافية واسعة، وتوجد إبداعات كثيرة في هذه الولايات، وإن شاء الله سنراها إن شاء الله في المسابقات القادمة إن شاء الله. وبالإضافة إلى هذه المسابقة كانت هناك مسابقة الشطرنج التي تأهل من خلالها مشاركان 2 للمباراة النهائية، حيث تعد هذه المسابقة من ضمن أنشطة مسابقة الإبداع الشبابي والتي يتنافس فيها المشاركون من مختلف الأندية. مسابقة الأندية للإبداع الشبابي والتي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية لاقت إقبالاً منقطع النظير من فئة الشباب بسبب ملامستها لطموحاتهم في بناء جيل من الشباب بدنياً وصحياً وفكرياً. الصراحة عرفت عن المعلومة عن المسابقة هذه من أحد أعضاء من نادي الشباب، وحضرت يعني بمشاركة مع زملائي، والصراحة استفدت من هذه المسابقة أشياء كثيرة، يعني معلومات كنت صراحة ما أعرفها وايد عن عمان. صحيح أنا ولد بلادي، لكن في معلومات يعني تخفي عنك وأنت ما تعرفها. فالحمد لله المسابقة علمتني على أشياء صح، جاوبنا أشياء صح كنا نعرفها، بس في أكثر معظم الأسئلة أشياء ما نعرفها، والحمد لله تعلمنا عليها يعني من خلالها. ولا تزال هذه المسابقة قائمة في مجال البحوث العلمية والأدبية، ومن المتوقع ازدياد إقبال المشتركين في هذه المسابقة، خصوصا أنها موجهة لفئة الشباب من الجنسين. قطع دجاج الصفاء، هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. الصفاء. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، والحين إلى موضوع جميل يمكن لاحظتوا صار برنامج قهوة الصباح. مهبة الطائرات، مجموعة من الطائرات بأشكال ونماذج مختلفة، بنعرف على تفاصيل هذا الموضوع.
فريق صحار للطيران اللاسلكي فريق إبداع وتميز تميز بهواياته الفريدة، ويسعى هذا الفريق دائما من خلال إطلاق طائرات ترفرف وتحلق وتطير في سماء السلطنة، نقدر نقول بروح شبابية. بنتعرف على تفاصيل هذا الموضوع، كيفية تصميم هذه الطائرات، الأفكار اللي طرحت، كيف جت الفكرة، الرسالة الاجتماعية اللي حبون يوصلونها للمجتمع من خلال ضيوفنا اللي موجودين معنا داخل الاستوديو. بداية عبد الله بن علي الحوسني، نقول لك صباح الخير. صباح النور يا مرحب. نور يا العبود، حياك الله. ومحمد بن علي الغاوي، نقول لك يا مرحب فيك، حياك الله. تسلم لي الأناقة، عجبني والله. موفقين موفقين، الله يسلمك. ابدا معك محمد شوي، بس تعطيني فكرة عن الفريق هذا ومكون من كم عدد، هل انت وعبد الله بس ولا في بعد مجموعة ثانية؟ لا، نحن الفريق مكون تقريبا 27 عضو ما شاء الله. وكانت الفكرة اساسيا الاخ عبد الله يعني ان نشيل الشباب من الممارسات الخاطئة والممارسات الهوايات الخطرة إلى مجالات ثانية ممكن يبدعوا فيها ويأخذ وقتهم بشكل أكبر. ممتاز. وبنفس الوقت يعني شيء حماسي جدا بالنسبة لهم. ممتاز. كيف جت الفكرة عبد الله؟ يعني شلون صارت منبع الفكرة وصارت أنها تصنعون طيارات وتحلق في السماء وكذا وحركات؟ طبعا الفكرة كانت في البداية شفنا أوروبيين كانوا يطيروا معنا في الصحار، كانوا الشخص الاول اللي هو فيصل النقبي الله يذكره بالخير، يعني نقدم له تحيه فيصل، والاخ اسماعيل الفارسي ما شاء الله، هم في الاساس كانوا هم اساسين الفريق، ايضا نقدم له تحيه، ما يقول ايش معنى قلت له فيصل يستاهل. فاخذنا الفكره على اساس انها اول ما بدينا في الطائره اللي هي الفلين، طبعا احنا موجودات الطائرات في الاسواق وكذا، بس احنا حبينا ان نبدع بكيف ان نصنع الطائره كهيكل طائره بنفسنا. ممتاز. حلو. طبعا عن طريق الفلين. ممتاز. هنا نموذج. النموذج هذا طبعا نرسم ال هذا نموذج مجسم الطائره وبعدين يتم تركيب. ايوه انقطعه. المجسم هذا من وين جبته؟ طبعا عن طريق الانترنت. اشكال الطائرات شو اللي تبغى المقاسات عن طريق الانترنت. زين، من اي موقع يعني؟ انا قصدي من الجوجل، من اليوتيوب، من في موقع اسمه ار سي فلايت. ممتاز. أيوه. انا قصدي عشان اللي يحب يتواصل الناس. المهم خلاص خله، مو مشكله. زين، وانا اقدر احدد بعدين الالوان وانا الالوان اللي تبغاها انت. ممتاز. موجوده وتركب لها كهيكل. بس كمعدات طبعا. نعم. نشتريها من الاسواق. ممتاز. زين، لما بديتوا اول طائره سويتوها محمد كيف كانت رده الفعل الناس، وخاصه لما بدات تطير؟ والله هو كان الجمهور منبهر جدا، يعني لما يشوف هاي الطائرات يعني تحلق على ارتفاع كبير جدا. نعم. ومثل ما تقول يعني كان يشعر بالفضول بشكل كبير. تم هم يتقربوا عاد عند الفريق ويشوفوا. نعم. بعدين يعني تم يسألوا يعني هل هذه مصنوعة من الفلين؟ نعم. توصل لهذا الارتفاع. نعم. بهذه القوة. نعم. كم الارتفاع يعني تقريبا توصل؟ توصل ارتفاع كبير جدا، يعني ممكن تشوفها نقطة بس. ما شاء الله. ايه. احنا ترى عندنا مجموعة من الصور، ما أدري إذا فريق البرنامج بس إذا جاهز الصور تعرضون لنا إياها عشان تكون يعني حديثنا عملي. يعني زين، الأوزان هل هو في مقياس ووزن عشان كل طائرة معينة؟ أيوه. أساسا الطيارات يعني هو يرجع على العلم ايروداينامكس، وانت دائما مثل ما تقول لازم تقارن، يعني لازم توازن بين وزن الطيارة. نعم. على قوة المحرك. على مساحة الأجنحة بالنفس. حلو. هذه أشياء أساسية جدا، والشيء الأهم جزء فيها اللي هو السنتر اوف جرافيتي، اللي هو يعني تمركز القوة الجاذبية. نعم. ممتاز. وطبعا هذا يعني يحدد الطيارة إذا بتطير بشكل مستقيم أو إنه. أنتم مسوين أكثر من نموذج. نعم. في الكلاسيك الطيارات اللي شكلها كلاسيكي، وفي الطيارات اللي شكلها حربي كذا، وفي واحدة كونكورد ولا أنا أتخيل. زين، الأشكال هذا إبداعات شخصية ولا لا لها ستاندر أو مقاييس عبد الله؟ لا طبعا، بالنسبة للشكل والألوان هذا إبداعات شخصية. نعم. بس كهيكل طائرة طبعا مقاسات لها. ممتاز. مقاسات يعني إذا انقصت أو صغرت أكيد بتخل في توازنها. بتخل في توازنها. يعني لازم يكون دقيق في عملية. أيوة. بس حتى لو اختل توازنها بإمكاننا نحن نعدل عليها بالجهاز. ممتاز. فيها لها إعدادات كذا. حلو. زين، والمحرك
كيف قوة المحرك اللي تستخدمونه يعني؟ طبعا في محركات على حسب وزن الطيارة يعني. بالنسبة هذا الطيار المحرك الأمامي دائما تكون المحرك ضعيف والمروحة تكون أكبر. اي ممتاز. بس المحركات اللي لونها رمادي مش صفراء، هذا رمادية هذا. زين بالنسبة لهذيك الطيارة اللي علم عمان. اي نعم. هذه عادة يكون مروحة أصغر عن هذه الطيارة. نعم. ومحرك يكون أقوى. ممتاز. هذا بالنسبة للطيران، الطيارة اللي على شكل اللي هو شكل عالم السلطنة، هذه يسموها تايفون. 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 أيوة. ممتاز. هذه الميج. والله حلو، زين، عشان أنا أخذ ثقافة. إذن هذيك التصميم يسمونه الطائرة التايفون، يعني موجود فيها لها على أرض الواقع. أيوة. بس نحن عندنا إضافات خاصة. يعني. وهي. أيوة أنا أحب هذه الإضافات. مثلاً تزيد الطول، تنقص العرض على أساس أن تكون طائرة استعراضية أكثر بما أنها هي تكون ثابتة. إنزين بالنسبة للأعمار المتاح لهم أنهم يسوون مثل هذه الأشياء. نحن عدنا الأعضاء من أعمار 6 سنوات اللي هو والدي يعتبر أصغر طيار. نعم. الحين وعدنا طيارين. ابنك قلت؟ أيوة. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يخلي لك إياه. زين كان مفروض يجي بيعصب علينا. نقدم له تحية صباحية يستاهل. وفي عندنا طيارين لعمر 45 سنة. ما شاء الله. أيوة. بس عاد آخر شيء يعني يعتمد على النظر. ممتاز. أيوة لأنه لازم نشوف طيارة وين تروح المسار. أيوة. زين عبد الله، يعني الحلو اللي أنا حبيته أن أنتم هنا كسب للوقت، بدل ما يكون عندي ضيع للوقت والفراغ، أن أنا أستفيد منه بصنع يعني شغلة تقنية في نفس الوقت امتاع ذاتي في جانب المتعة، وأيضا فيها دقة وفيها تركيز. نعم. وممكن تكون لكم مشاركات في المستقبل. أنتم دارسين هالمجال؟ لا والله ما درسي. تخصصات في اي مجال انت؟ احنا تخصص عاديه بس هذه هوايه. اي نعم. فقط هوايه بس. زين يعني بعد هذه الخطوه، وهنا نقدر نقول دائما نقول لك الواحد انا عندي وقت فراغ زياده ما اعرف ايش اسوي فيه، بعد يعني هذه الخطوه ايش الخطوات القادمه اللي انتم ودكم تسوونها؟ احنا الحين هدفنا في البدايه مثل ما قال اخوي محمد نريد نبعد الشباب عن الهوايات الخاطئه. ممتاز حلو. وهدفنا استقطابهم معنا على اساس مش انه بيطير الطائره هذه وبس نص ساعه وراح. لا، هذه بتعلمك كيف يصنع الطائره بحيث انها لما يروح البيت بتاخذ عليه جهد، يعني يمكن يوم او يومين صناعه هذه الطائره. ممتاز. هذه مجموعه من الصور، كمل. صناعه هذه الطائره بتاخذ عليه جهد ووقت. نعم. بهالطريقة ان احنا شغلنا وقته. اي نعم. شغلنا وقته عن العادات السيئة. وحجم الابداع المتاح فيها ايش كثر؟ يعني هل اقدر انا اضيف مثلا ابدع مثلا في وين مساحة الابداع بالنسبة لي؟ هو مثل ما تقول ما الى حدود. يعني انت ممكن تضيف على على يعني على اكثر ما تريد. نعم. طبعا انت كل ما تسوي شيء تجرب الطيارة هل هي بتطير ولا لا، وكيف توازنها وكذا. نعم. طبعا هذه حق الطيار سعد اللي فيها باراشوت. ايوه اللي فيها الباراشوت. هو سعد الشعباني. اوها. زين هذه الاخت كوثر من برنامج على اليوتيوب مع مصطفى العجمي، اذا كنت على درايه معه. نعم. طبعا يعني الشباب مبدعين بشكل كبير لدرجه انهم يعني الإضافات الجديدة تجي بشكل دوري. حلو. والإقلاع يكون من الأرض ولا باليد؟ باليد. بالنسبة هذه اللي فيها العجلات هذه تقلع من الأرض. ممتاز. بس الثانيات كلهم باليد. باليد. أيه. وهذا هو شو اسمه؟ هذا اللي هو نظام المحاكاة. طبعا يكون لازم يكون متوصل لازم يكون بالكمبيوتر. بالكمبيوتر. في برنامج خاص. التعليم. طبعا قبل لا تطير يعني لازم تتعلم لمدة يعني أسبوعين أقل شيء. أي نعم. لحد ما تجي على الواقع. يعني في 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 طيران افتراضي. أيوة. عن طريق الكمبيوتر بعدين تنتقل. الله إيش التقنية عجبني. لا طبعا بعد هذه المرحلة. أي نعم. تجي المرحلة الثانية اللي هو الجهاز اللاسلكي بالنفس. اي نعم. بس في يعني جهازين ويكون فيهم كيبل. يكون واحد متمرس معك. اي نعم. وانت تطير. حلو. ويكون اذا انت سويت اي خطا ولا شيء في الطياره، بغت تطيح ولا شيء، يمسك هو عنك الطياره. ممتاز. زين لكم صفحه على اليوتيوب، على مثلا شبكات التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك؟ موجود. نعم على الفيسبوك. نعم. عندنا صفحه على الفيسبوك ويعني تكون فيها الصور. نعم. ومشاركاتنا يعني الاشياء الجديده اللي نحن نضيفهم في الطيارات. ممتاز.
على اساس ان الثاني يكون على درايه وش اللي نحن يعني. كيف انا اقدر انتسب لكم كفريق؟ والله انت اذا بغيت طال عمرك. لا لا ما انا قصدي نعطيك الطيارات مجانا مع الجهاز. لا لا قصدي اللي قاعد يتابعنا الحين ويبغى ينتسب لكم، يبغى يكون معاكم ضمن نعم. الفريق، حتى لو كان مثلا مش موجود معاكم في صحاب نعم. بعيد في ولايه ثانيه في محافظه ثانيه. طبعا نحن الاعضاء يعني كلهم يعني مثل ما معظمهم موظفين وكل واحد مكان يعني انت ممكن احنا نشوف الشخص اللي موجود في منطقتك يعني في مسقط نعم. حدود 3 اشخاص موجودين في مسقط نعم. وتكون معاه بشكل دوري ممتاز. يعني اقل شيء شهر بعدين انا يعني ممكن انك تقدر تطير لحالك. مفكرين يسوون دورات على مستوى المدارس مثلا على طلاب المدارس، لان اعرف في اطفال عندهم شغف بالطياره ولكن نعم. مع مرور الوقت تلقى يروح مع الاشياء اللي راحت من الهوايات. نحن المرحله الاولى هذه عندنا بس توعويه بالنسبه للطلاب وبالنسبه لحتى تحت المدرسه. ممتاز. يعني نوعيهم انه في هذا المجال يعني هم بيكونوا شغوفين بالنسبه للمجالات الطيران وكذا. بعدين عاد هو يكون تواصل معهم يعني سواء والدينهم ولا احد من اخوانهم ولا شيء ونخبرهم يعني نقول لهم هذه الاجهزه اشتروا، هذه الاجهزه اشتروا، يبدوا هم يستخدموها كحاجه في البيت. حلو. اول شيء اللي هو هذا الجهاز اللي ممتاز يبدوا في البيت يستخدموه على اساس انه يكون على اساس انه يكون مثل ما تقول بشكل يومي معاهم. نعم. بعدين لما يجي على الطيران على يعني بشكل واقعي يكون سهل جدا بالنسبه له. كلها الطياره الى ان اوصل لمرحله انه يكون معي الجهاز اللاسلكي، كم تكلف عليه؟ طبعا الاجهزه تختلف. تبدا من 30 ريال تقريبا. نعم. الجهاز بس مثل هذا الجهاز قيمته 110 ريال. ليه؟ الجهاز بنفسه يعني. ليش؟ طبعا في عده قنوات يعني هاي تقدر تطير فيها اكثر عن طياره. اما في اجهزه لا لطياره واحده. ممتاز. يعني بالنسبه للرسيفر الموجوده. حلو. يعني انتم لازم يكون في رسيفر موجود في عشان يصير عمليه التواصل. نعم. واذا قلنا للمبتدئين كم كل الطياره من تكوينها الى تصميمها الى تنفيذها الى معداتها الى المحرك مالها كم؟ 100 ريال. كلها كامل. ممتاز. بالنسبه للاطفال اللي عندهم شغف زي ولد الحبيب الله يخلي له اياه ان شاء الله كم تقريبا؟ انا قصدي عشان الاباء الحين اللي قاعد يسمعون يعني هي بيكون الجهاز العادي اللي هو بطايره واحده نعم. وكم مبتدئ بس 100 ريال بس. ممتاز. اذا احنا يعني انا سعيد كثير بوجودكم معنا. جزاك الله جد خير. نورتونا في برنامجنا قهوه الصباح. بس حبيت اضيف انا وخليك تضيف والله من عين هذا قبل هذا وبغيت يمكن ابغى اقول رساله بس حق الاباء، إذا أطفالكم حسيتوا عندهم شغف مو ضروري في هواية الطيران، شغف إنه ممكن يمارس أي نشاط وممكن يخترع فيه ويصمم خليه ينطلق، لأنه ما تدري ممكن في يوم من الأيام يصير من كبار المخترعين. طبعا إذا طلع في تشجيع دولي أيضا مو هو بس الآباء بس أيضا المجتمع يشجعه، الدولة تشجعه، المنطقة اللي ينتمي لها كذلك تشجع عشان يوصل إلى هذا المستوى. مثل هذه الفقرة إحنا الحين عملنا إضاءة للشباب اللي هدفهم هو انهم يعني يضيفون رساله طيبه لاستثمار الوقت، بدل ما يقول انا عندي وقت فراغ مو عارف اسويه، هذا نموذج من الشباب ما شاء الله متزوجين عندهم عيال وموظفين ولكن عندهم شغف اكيد من لحظه الطفوله وحبوا دخلوا الانترنت اصنعوا هذه الطائرات وسووا فريق من 3 اشخاص صاروا 45 تقريبا 27 وان شاء الله يوصل الى 27,000 يا رب ان شاء الله. واستثمروا وقتهم، إذا ما حصلوا الدعم، ما حصلوا التشجيع، ما حصلوا دعوات من جهات مثلا وزارة التربية والتعليم، ندعيهم يا شباب تعالوا عندنا، أعطونا كذا دورة أو ورشة بسيطة للطلبة الموجودين عندنا عشان يطلع كل طالب عنده في شيء. أما احنا بدورنا كقهوة صباح مجرد عملنا إضاءة وهم يستاهلون ويستحقون أكثر من كذا. ولكن أتمنى كذلك الجهات المعنية أنها تهتم في هذه المواضيع. قل لي كلمتك. بس حبيت اضيف على الاعمار اللي ممكن تاخذ نعم. المجال. طبعا في معنا من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هو هيثم الغاوي نعم. معنا في الفريق ومن الشباب الممتازين ما شاء الله تبارك نعم. الله. بس حبيت اضيف هذا على الاخ محمد حلو نعم. ها بعد طالع في اكثر من كذا، هذا اقوى مسج ممكن نوصله ان كل الفئات انها ممكن تمارس، صغار كبار، احد لا قدر الله عنده اعاقه بصريه ذهنيه فكريه، المهم انك تساوي، المهم تنطلق. خلوا بداية 2014 تحقيق كل الهوايات اللي نسيناها أو تنسيناها. شكرا لك يا محمد. شكرا لك يا عبد الله ونورتونا برنامجنا قهوة صباح وإحنا بنقلع بعد شوي وبناخذ فاصل راجعين.
سجل مدرب لرياضة الملاكمة بالركلات من جورجيا رقما قياسيا جديدا بواسطة الموهبة النادرة التي يتمتع بها وتتمثل في القدرة على اجتذاب المعادن بمغناطيسية جسده. واكتشف إدبار إلشايف البالغ من العمر 41 عاما موهبته قبل سنوات قليلة ماضية، واتجه إلى تسجيل رقم قياسي جديد باجتذاب 53 ملعقة بظهره وكتفه بعد أن اجتذب 50 ملعقة من قبل في عام 2011. ولم يتوقف عند ذلك الحد، بل فاجأ الجمهور والصحفيين بجذبه سيارة مرسيدس عبر حبل مربوط بلوح معدني حمله على صدره وفوقه يجلس فتى مراهق. عندما يحين الوقت سأقوم بسحب طائرة وعربة قطار فارغة وشيء من هذا القبيل، لن أقوم بكشف كافة أوراقي مرة أخرى. وواصل الرجل الخارق إبهار الحضور مجددا بعد أن حمل اللوحة المعدنية على صدره وهو محمل بالبلاط، فيما عمل أحد مساعديه على تحطيم البلاط على صدره باستخدام مطرقة ثقيلة. ويعزو البعض الظاهرة المغناطيسية البشرية إلى إما أنها علمية أو قوة خارقة، فيما يشكك بعض آخر في هذه الظاهرة مؤكدين أن لا علاقة لها بالمغناطيسية ولكن بعوامل أخرى مثل درجة لزوجة الجلد. محمد الجبالي، رويترز. دجاج الصفاء. قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني. طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. الصفاء. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام وإلى فقرة عزيزة وغالية علينا من زمان، إذا يذكرون يعني وأتوقع يذكرون الجمهور، فقرة دائما مميزة في برنامجنا قهوة الصباح كانت تختص بالجانب التغذوي، وضيفتنا دائما ما شاء الله تبارك الله الله يفتح عليها دائما وجهها بشوش في حتى لحظة التحضير لأي فقرة لأي حلقة من الحلقات، دائما تكون بطلتها البهية ما شاء الله تبارك الله، تفتح النفس. أنا أحس اللي يبغون يخففون في الأكل تنفتح نفسهم على الأكل عشان طلتها الطيبة، الله يفتح عليها إن شاء الله دنيا وآخرة. وفي نفس الوقت هي غابت عنا لفترة وبتغيب أيضا سنوات، ولكن هي في فترة أجازة ما شاء الله، يعني الله يوفقها ويفتح عليها ويسعدها ويبارك في كل خطوة هي قاعد تسويها ويخليها لأهلها وعيالها وكذلك حياتها الأسرية زوجها الكريم. تحضر الدكتورة حاليا، وأنا فخور فيها شخصيا إنها كانت واحدة من الأخوات العزيزات في برنامج قهوة الصباح، واليوم خصتنا بوقتها في فترة أجازتها إلى السلطنة إنها تعطينا شيء من الدقائق، لو إن إحنا نطرناها تقريبا حدود ساعة حسب جدول البرنامج عشان تكون معنا في برنامجنا قهوة الصباح. ضيفتنا العزيزة أنا بسميها من الحين
الدكتورة بشاير بنت عبد الله الريامية أخصائية التغذية. يا مرحبا عبد الله، صراحة أحرجتنا والله، تستاهلين أكثر. مشكور جد مشكور. تحية لك، تحية لأسرتك الكريمة، الوالد الوالدة والأخوة والأخوات وزوجك وعيالك، الله يخليهم لك إن شاء الله، لأنهم بالفعل هم السند للتقدم بالنسبة لك إن شاء الله. خلاص إحنا الحين خلصنا تمديح، الحين ندخل في الجد. موضوع التغذية وخاصة إحنا اليوم حاطين عن طبعا مش تمديح لأنها تستحق هذا الكلام، بس احنا عشان نكسر الجمود مال الحوارات التلفزيونيه. بالنسبه لموضوع التغذيه وخاصه الغذاء اللي يساعد على اعتدال حراره الجسم، نسمع بعض المرات نقول لك الزنجبيل ممكن يساعد، بعض المشروبات الساخنه ممكن تساعد، وفي غذاء يسخن الجسم ما يخلي عندنا لا قدر الله يكون عندنا بروده، ممكن نتعرض لا قدر الله الى زكام او ما شابه ذلك. طبعا صباح الخير مره ثانيه، صباح النور، كل سنه طيبه وانتم صح السلامه الجديده ان شاء الله. نعدل مفاهيم بسيطه، ممتاز، لان الحين الغالبيه مصابين بالزكام. نعم صحيح. ولما يبدا الزكام او اعراض البرد بشكل عام في بيت واحد تلاقي المنطقة كلها خلاص أصيبت. صحيح. بيبدأ الزكام بياخذ لك 3 إلى 5 أسابيع عشان يخلص من المنطقة. نعم صحيح. فهو مثل انتشار مناطق يعني. نعم. وما تقدر تسيطر عليه، عبارة عن فيروس بياخذ فترته وبتعالجه. ما أقدر أعالج الزكام بالنفس أو أعراض الإنفلونزا بالنفس، بتاخذ فترتها، فترة الاحتضان والأعراض كلها، بس أقدر أتحكم فيها أو أقدر أساعد إني أبعدها على الأقل يعني، أو أحافظ على نفسي منها، خصوصا إذا بدت في مكان أبدأ أتحرز من هذا الموضوع. وأغلب العوائل تعاني مشاكل مع الأطفال الصغار، خلص من طفل لطفل. صحيح. ممكن يصاب مرة ثانية. نعم. طبيعي، لأنه الطفل يبدأ يعدل مناعته يعني، يكتسب مناعة، وإذا بعد يروح المدرسة أو رياض أطفال بعد ما شاء الله على طول يلقطوا الأطفال. فهو راح تتوقع أصلا من الأطفال أنهم يصابوا كذا مرة خلال السنة أكثر من الكبار، لأن مناعتهم في طور الاكتساب، أن أنت قاعد تطور مناعتك بحيث تدافع عنها. فنكون واقعيين، احنا بنحاول نسوي كنترول على الموضوع بس ما نعالج الموضوع. زي. احنا بس بعطي مساحه للمتصلين، بس في الوقت المتبقي كنا نعاني دائما مع ضيفنا العزيز. أيوة. عدد الاتصالات بعدين ما نطرح كل الموضوع، يعني قال بليز قلل عشان نخلص. بناخذ اتصالين 3 اتصالات. اللي يحب يتواصل معنا طبعا ارقام هواتفنا 2494-33701، ومن خارج السلطنة على 00968-2494-33701. واتمنى اسئلتكم تنصب في موضوع المواد الغذائيه اللي ممكن تساعد على تخفيف الأمراض في فترة الشتاء، وبالذات أمراض البرد، الزكام وما شابه ذلك. إذا في يعني مواد غذائية بالفعل أكيد فعالة نقدر نقول، أو تكون مصدر مناعة بالنسبة لنا. أنت إيش تستهدف أصلاً؟ تستهدف جهاز المناعة على أساس أن تطور منه ممتاز وتقويه خلال هذه الفترة. جهاز المناعة عندي في عناصر معينة حقيقي ضرورية. يعني أنا دائما أتكلم عن الأكل المتوازن، والأكل المتوازن في النهاية بيمدك بكل الأشياء، لكن إذا ذكرنا العناصر وركزنا فيها رح ألتزم بهذه الأشياء دائما تكون موجودة. أهم العناصر اللي جهاز المناعة يحتاجها عنصرين، السيلينيوم والزنك. هذين المعادن عبارة عن معادن تجي دائما من التربة على الأطعمة، بس مركزة دائما في المكسرات مثلا تلاقيها جدا مركزة، تكافح لك الأمراض وتحفز جهاز المناعة يكون دائما يعني على أتم الاستعداد لأي شيء. بالعكس، ممكن أنت تحمي نفسك إذا أنت جاهز. هذه الفترة خلونا كل يوم ناكل مكسرات وغير مملحة لو سمحتوا. توني بقول لا تقولوا بعدين ضغط. لا، وزيادة الوزن بعد اللي أكيد لا، زيادة الوزن لحظة، زيادة الوزن دائما مرتبطة بالمكسرات، وخلينا كل شيء ثاني. زي أنا لما أتكلم عن المكسرات عبارة عن يعني حفنة في يدي، هذه حفنة أنا تعبني، ما في، أنت حط لك حفنة في اليوم وكلها يومياً مرة واحدة تمدك بأي مرة واحدة تمدك بالسيلينيوم، بالزنك، تعطيك حتى زيوت المضادة للأكسدة، إن أنت إذا مرضت ترد تعالج الخلايا التعبانة، يعني ترد ترميمية. ممتاز. فيها نوع من التأمين. إذا نقدر نقول المكسرات بكافة أنواع ولا في أنواع معينة؟ كافة أنواع، يعني كلها غنية، الكاجو، الجوز، اللوز، كلها ممتاز. غنية مغذية، إنها تعطيني قوة، عناصر معينة، دهون مفيدة وبروتين غني. إذا لا، ما تكون مملحة ولا محمصة؟ لا، محمصة عادي. عادي؟ بس بدون ملح. بس هو الملح مقلل يعني، حتى بس بعد مرات يصير
ما مو بطيبه لما تكون محمص وكذا حط شويه ملح زين يلا زين المهم هو قصده عشان زين هل الملح وهذا هو قصده انه بيكون له ضار ولا هو بيكون يعني احنا في وجب لان حياتنا الحين السريعه كثير قاعد ناخذ املاح مع الوقت تبدا تسوي اضرار بشكل عام نقلل الملح اذا المكسرات بالدرجه الاولى مفيده كثير حفنه كما أيوه. قالت وفوق السنتين اذا تريدوا اطفالكم يعني على اساس الاختناقات نعم. بعد السنتين الطفل يقدر ياكل ممتاز. او ممكن حتى حب الشباب اللي مفتوح وكذا نحط للطفل يعني ممتاز. مصدر معين ممتاز زين بناخذ اتصال بعد اذنك نقول مرحبا السلام عليكم ام ماجد شو اخبارك ماجد عفوا يا مرحبا يا ماجد اسمح لي يا ماجد سلام كيف حالك يا مرحبا هلا والله حياك هذا حييك على البرنامج الحلو كل عام وانت بخير وانت بصحة وسلامة يا ماجد تسلم يا غالي الله يحييك بس بغيت استفسر عبد الله هلا اي نوع من المكسرات كل الانواع او في انواع معينه كل انواع المكسرات اغلب الانواع زي ما قالت ضيفتنا حفنه من هذه المكسرات المشكله اذا كانت غير مملحه بيكون افضل وبشكل يومي وان شاء الله ما لك الا العافيه تمام شكرا يا ماجد كل عام وانتم بخير تسلم, تسلم يا ماجد يعقوب حاضرين حياك الله يعقوب تفضل حياك يا عبد الله الله يخليك ويسلمك وش اخبارك بخير الله يسلمك احييك واحييك على البرنامج الطيب تسلم. وكل عام انت بخير وانت بصحه وسلامه ان شاء الله وظيفتك الكريمه يعني تفضل يا يعقوب انا اسال عن علاج لزكام كان موجود معانا في السلطنه اللي هو اسمه كونتاكت عراقي وفقدناه هو عباره عن عقار كان. حبوب ولا اي نعم حبوب كان ممتاز وافتقدناه والله شوف لان هذا كان علاج صراحه يمكن مضاد حيوي حدث الاحرق يمكن مضاد حيوي قصدك هو ما ترى يمكن نعم. اسامي الشركات بس في النهايه هو مضاد حيوي يكون انا هذا لكن الحين مثل ما قالت الضيفه نعم. عندك ان زكام ياخذ له الى اسابيع نعم صحيح لكن هذا انا اقول لك فعال جدا 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 السؤال لماذا وزاره الصحه منعت هذا بقول لك انا بعد واحسن حاضرين يعقوب اخر اتصالين نقول مرحبا السلام ام هلال تفضلي ايوه السلام عليكم يا اخ عبد الله يا مرحبا هلا والله تفضلي صباح النور يا صباح الورد يا مرحبا الله يخليك تفضلي الله يعافيك يا اخبار ضيفك سلم عليك ضيفك والله يا اخي انا عندي سؤال تكلم عن البيض يعني هل البيض يوم يخرج من الزريبه يغسل هل الافضل انه يدعمه مغسول لأن البيض ما يدعم معصوله لما تطلع البيض من حظيره ال ايوه لما تطلع من الحظيره هل افضل يغسل هل يدعم معصول يا قصدي ممتاز هل يعني يبشر عند التقطير الخضراء الطرف كذا ولا انما يبشر ان شاء الله تقشير الخضار وكذلك غسل البيض قبل الطعام ان شاء الله أيوة. حاضرين ام هلا ام العوف تفضل مشكوره يا ام هلال تسلمي ام عوف تفضلي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيت اشارك في الموضوع بالنسبه لامراض الزكام ضيفه يقولوا ان السوم مفيد صحيح فبالنسبه للناس اللي عندهم ضغط وذيل السوم ما يصلح لهم فكيف يعني ان شاء الله يا ام عوف تسلمين طيب شكرا ما قصرت تسلمين مشكورين كل اللي اتصلوا معنا احنا حاولنا بس ناخذ مثل بستان زهره ماجد جاوبنا عليه كل المكسرات مفيده واذا كانت مو مملحه بتكون افضل عشان الجانب الصحي حفنه من المكسرات منوعه بشكل يومي بيساعد كثير على تقويه الجسم بالنسبه ليعقوب والمضادات الحيويه الفيروس ما يعالج المضاد ممتاز. الحيوي هم هذا اللي احنا نبغاه ابدا البكتيريا يعالجها عشان كذا ما في دواء للفيروس ممتاز في اشياء مساعده بس الادويه انا ما اقدر افتي فيها لان أنا مو تخصص ولكن انا بقول شغله مش افتاء للعلم ترى المضاد الحيوي لا يعطى الا المفروض في اخر مرحله علاجيه اذا كان الانسان اللي مريض مر بعده علاجات ما نفع معاه في النهايه لازم يعطى له مضاد حيوي في اسلوب خاطئ كثير عند الناس انه على طول اول ما ياخذ مضاد حيوي يا عن طريق حقنه يا عن طريق حبوب بس هنا ايش انت قاعد تخلي جسمك انه غير قادر على انه يحميك في المستقبل يصير الدرع الواقي عندك ضعيف جدا انك ما تقدر تعيش الا بمضاد حيوي كل ما يصيبك مرض لازم تحصل مضاد حيوي مثال اذا خذيت مضاد حيوي مثلا بي اليوم يعني معدل مثلا 3 المره الجايه بيصير لازم تاخذ 2 عشان تحصل الوقايه بعدين 2 ما بيفي معاك لازم تاخذ 1 عشان تصير بالنسبه للزكام ترى مرض سنه متعودين عليه اسبوع مع شويه عصائر وحفنه من المكسرات بتكون 100 100
خلاص احنا قبل شوي كل فريق العمل ما شاء الله مر علينا بالدور نخلص سلم واستلم صرنا بعدين الحمد لله يعني عدف. صحيح في بعض الناس يعانون شوي من الزكام حساسيه جيوب انفيه ولكن مع مرور الايام نتخلص. هذا بالنسبه لي ماجد وهو يمكن طرح يعقوب عفوا. واما بالنسبه لوزاره الصحه اذا كانت ومنعته اكيد في سبب ضار على الانسان. ام هلال وتكلم عن موضوع البيض هل هاي ندخل في سلامة الغذاء. ايه؟ البيض حتى لما نشتري من الأسواق نظيف هو يغسل مرة واحدة من برا ليش تشيل كل البكتيريا. في بكتيريا مرتبطة دائما بالبيض اسمها سالمونيلا نحاول نبعد عنها فتغسلها غسلة وتحطها بالثلاجة. إذا في أي كسر سواء في البيض اللي نشتري أو البيض اللي هي طلعتها ترمي البيض على طول. حتى لو جبته ولقيته مكسور ما تدري أنت كسرته الحين ولا من قبل هو مكسور ارمي البيضة. في ناس تقولك لا خلاص بطبخها الحين أنا ما أنصح خلاص شفت شرخ في البيضة ارميها. إذا غسل البيضة كان من حظيرة أو من شيل الوسخ اللي عليها ضروري تغسلها وتحطها تحطها. بالنسبة لتقشير الخضار هل تنصحين تقشير الخضار؟ أتذكر زمان تكلمنا كثير عن نعم صحيح مشكلتنا مع المبيدات الحشرية أغلب المواد تتركز على بين القشرة وبين وبين يعني الخضار نفسه. أيوة اللب نفسه إذا غسلناها عدل وضامنين المكان ما يفضل طبعا تقشير الخضار. نعم. لكن اذا تحس مرات حتى الطعم يطلع تحس بمواد قلنا نقعها بماي وخل او ماي وملح بحيث نذوب الماده الكيميائيه على قد ما نقدر. عاد اللي يتسرب داخل هذا ما نقدر كثير نتحكم فيه بس اذا شاكين بالمصادر نقشرها افضل. واذا كانت من مزرعتي الخاصه يعني هل اذا انا ضامنه انها اورجانيك وما مستخدمه مبيدات حشريه يعني باسلوب مفرط وما في كنترول عادي اكلها بقشرها طبعا. اذا الغسيل الجيد أو التقشير لضمان الأمان أكثر. أم عوف قالت لنا جانب عن الثوم أنه ممتاز. احنا كنا بنتكلم عنه من أقوى العلاجات الثوم. يعني ممكن تقلل لك فترة المرض ليش تحتوي على مادة اسمها جلوتاثيون. هذه المادة مضادة للأكسدة قوية وتفعل ممتاز. زين كيف يؤخذ وتحتوي على مادة مطبوخ ترى هي هو المفروض أنه فريش ففي ممكن إذا تحطها مع عصير ليمون مثلا او روب فكره واجد حلوه. يعني انت تبدع كيف تستخدمها. في ناس ما تتحمل طعمها تنتقل الى اشياء ممكن تنفع عندنا. هي مواد تحتوي على عنصر الكبريت تحسها لاذعه. الثوم عندك الملفوف البروكلي تحس لما تاخذها مواد فيها لذعه. صحيح. هذه تحتوي على السلفر اللي هو نحتاجه حق هذا الانزيم الضروري والبروتين الضروري. اذا يعني بس عشان افهم موضوع الثوم الثوم يعني المكسرات جانب مناعي كلهم جانب مناعي بس عناصر مختلفة. المكسرات تعطيك في الجانب المناعي الزنك والسيلينيوم قلنا. ممتاز. جلوتاثاين هذا عبارة عن بروتين يكون انزيم واجد مهم انه حتى لما تمر انت في فترة مرض بسرعة جسمك يستهلكه. نعم. فلازم تعوضه هذيك الفترة. ممتاز. في ناس تنقع الثوم او الزنجبيل بالعسل. ممتاز. انا مع هذه الطريقة مجربة يعني شخصيا. يعني عشان تنقعها وتحطها يعني تجيب عسل طبيعي وتحط فيه تبشر الثوم او قطع حتى والزنجبيل وتنقع فيه استخلاصه ينزل في هذه الماده ملعقه الصبح ملعقه بالليل. زي لو خذيتها كبلع مثلا قطع تصغير صغير وتبلعها كذا تقدر. خذ وراها نعناع اذا تضايق من الريحه. اي ممتاز. اذا اللي يقدر ياخذه فريش يعني هو هذا الطريقه المثاليه. نعم. اللي يحس انه يتعب او يتعبه يتجه الى الطرق الثانيه. اذا واحده من الطرق انك تختار واحده من الطرق لاخذ الثوم بعد المكسرات نفسها. يعني نقدر نقول مكسرات هذه كلها ثوم. عوامل متكامله. تحفز جهازك المناعي. مكسرات وثوم اذا قدرت تاخذها فريش كذا طازه بيكون ممتاز. ما قدرت زي ما تفضلت يا بالعسل يا بالروب يا شيء كذا تحاول انك تطيب فيه طعمه ونفس الفاعليه. يعني في شغلتين الناس تنزعج فيها من الثوم الرائحه النفاثه واللي يعانوا من الضغط كيف ممكن نقول لهم؟ اعتذر بس هذه اللي يعانوا من الضغط انا ما عندي خلفيه انه الضغط ممكن ياثر عليه الثوم بهذه الدرجه. هذا سؤال معروف يعني عادي ليش ما ياخذ الثوم؟ احنا الاملاح هي اللي نقطعها. اذا كان ياخذ الثوم مع املاح اوكي. في ناس تحط ثوم وملح وليمون وتاخذه. إذا هذا هو اللي أثر الضغط هو بسبب الملح. لكن الثوم بشكل عام من الأشياء المعالجة. ممتاز. أصلا نستخلص الأدوية منها. ممتاز. ونشيل الريحة منها. حلو. والرائحة الكريهة ممكن نعناع بقدونس كل الأعشاب الخضراء هذا ممكن تساعد. قلنا مكسرات الثوم. في عنصر في مادة تسمى فليفونويدز هذه مواد محاربة أيضا
مركبات محاربة للأمراض موجودة غالبا في أي شيء ملون داكن، يعني الفواكه الملونة كذا. بس مثلا الحين لقوا أنها واجد مركزة مثلا في الحمضيات، إذا قشرت البرتقالة مو في طبقة بيضة، نعم البيضة، لقوا أنها مركزة بكثرة في هذه الطبقة. فأنا أقول الحين فيتامين سي موجود في البرتقال، فليفونويدز بكثرة في البرتقال، أقشر البرتقالة بس ما أنظفها زين، أخلي طبقة من القشرة عليها وأكل هذه القشرة خلال هذه الفترة. يعني لما أقشرها بالسكينة أحاول وأخلي جزء من الطبقة خفيفة، هي الطبقة هذه البيضة الناعمة مركزة فيها الأشياء، فمركز فيها مكونات الفليفونويدز. ممتاز. فالحين حطينا ثلاث عناصر مهمة ممكن تساعدك. ممتاز. إذا مكسرات ثوم وقشر البرتقال خاصة، يعني البرتقال بصورة عامة ولكن القشر البيضة هذه أيضا البيضة مالتها وموجود في كل الفواكه الداكنة اللي تقدر تاكلها. في شيء ثاني بعد؟ عندنا البروتين بس ابي اقول دراسه حلوه عشان بنستانس عليه في مجتمعنا. احنا مو كل مرض نعطيه سوق دجاج. اي نعم صحيح. وضروريه والام تطبخ لك دجاج فريش وكذا، سوي دراسه عليها انه فعلا هي من الاشياء اللي تساعدك على تقلل فتره المرض وتساعدك الله. فخليها يعني خلوها وجبه رئيسيه خصوصا للاطفال. الاشياء ده هو اي شيء دافي يساعدك. الجو البارد احنا عندنا مبدا خاطئ انه لا تشرب ماي بارد لا كذا، هي هذه الاشياء ما موجوده فيها الفيروس. انت الفلو او الزكام تاخذه لما تاخذ الفيروس نفسه تصاب فيه. هذه عوامل كلها مساعده انه بسرعه يتكاثر وينمو وتطلع اعراض. يعني الايس كريم ما لها داعي، ما موجود فيه الفيروس، انت اصلا موجود الفيروس لقطه من مكان، هي عوامل مساعده. احلى شيء قلتي اليوم. أيوة جد عادل. انا من عشاق الايس كريم وخاصه في البرد يعجبني. يعني اقول لك في مجتمعات برا تصدم طريقه الثلج اللي ياكلوها، ما يجيهم زكام 24 ساعه. لكن مع ذلك الاشياء الدافيه جدا تساعد على انه نقلل فتره المرض ونسارع فتره الشفاء. اذا سوب الدجاج من الاشياء الكثيره والاشياء الحلوه. ممتاز. اللي احنا موجوده عندنا كعادات شرقيه ايضا اثبتوها علميا. ممتاز فحلو. زين في 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 شغلات مثلا اللي يقول لك شاي زنجبيل، شاي بالقرفه، هل هذا اللي يقول لك شاي بالعسل مريحة؟ هي بعضها تريح، يعني بعض الاعشاب اغلب الاعشاب فيها مواد محاربة، فهي مريحة أيضا، ولما تشرب شيء دافي يريحك، فأنت كذا خذيت شيء فيه مواد مفيدة وأيضا مريح. لكن بالنسبة للزنجبيل فعاليته تقريبا نفس طريقة الثوم، معقمين يعني هذا لا يقضوا يقتلوا الشيء، مو فقط يريحوك فترة. الأشياء الدافية تريحك، تعطيك يعني تخفف من الأعراض المزعجة اللي أنت تتعرض لها. فممكن أدخلها بشكل يومي الحين كميات بسيطة جدا. أنا ما أقول بكثرة، حليب دافي، أعلم الطفل أن يشرب حليب مع زعتر، حليب مع زنجبيل، ما أعلمهم على الشاي والقهوة والأشياء، أعطيهم أشياء مفيدة ممكن يأخذون. زين في تبعات الزكام، يعني هذا اللي كثير ناس يعانوا، مثلا بعضهم يقول لك اوكي جاني زكام، بس اللي عاني منه يا مثلا رشح زياده يا عطس زياده، يا مثلا جيوب انفيه مثل حالتي. صحيح. لان بعد ما يخلص يقعد يمكن اسبوع اسبوعين. صحيح. وما يروح. هل نقدر نقول هالاشياء مفيده ولا في اشياء نقدر نقول ما بعد تبعاته؟ بعطيك تب يعني اشياء معينه ممكن شوي تريح، هي انت ايش تعمل على انك تريح. جيوب الانفيه وكذا مرات تضطر تاخذ عليها ادويه معينه، لكن في وانت في البيت البخار يفتح لك الشعب، يفتح خصوصا للاطفال، ما تقدر تعطيهم ادويه كثير. القطرات المالحه، قطرات الملح واجد مفيده. وبعدين لما يجي يطلع الطفل يعني لما يصير الرش تخاف على اذونه في نفس الوقت، فلما يجي في تقنيه هي مو تجي وانفخ حبيبي واذونه تنبط عليه ويقعد يصيح بعد سكر جهه خليه يفضي جهه وبعدين سكر الثانيه. نحاول ما نرجع، يعني في ناس تقعد طول اليوم وهي تشفط يعني ما تطلع الرشح وكذا، انت تراكم البكتيريا عليك تزيد من عمليه التهاب. فدائما نظف، هذه احد الاشياء انك دائما تنظف، تستخدم اشياء تريحك. اذا جاك التهاب حلق عندك شجره فرصاد او توت، خذ ورقتين حطها بماي حار تغرغر فيها او ماي وملح العلاج الثاني. ممتاز. في عندي من البهارات مثلا الوالده دائما تقول لي ماي وملح، انا ما اسمع الكلام، ماي وملح انا ما اسمع الكلام، من اجمل الاشياء ماي دافي وملح. خلاص سمعوا كلام امهاتكم صدقوني والله، وكلها اشياء علاجيه ثابته، هم ما راح يجوا يقولون اياها اذا ما كانت ثابته. مثلا بالاكل تحط شويه كركم زياده ايضا يرفع المناعه، اشياء بسيطه تريحك وتخليك تكافح زياده. لما تجي الجيوب الانفيه كمادات بارده او حاره ايضا تخفف الالم لانها جدا مؤلمه ومتعبه. قلنا القطرات مالت الملح، البخار ممكن تحط مع البخار اشياء حلوه، يعني احنا عندنا البكس يحطوه يفتح الشعب، او زعتر
نفس الطريقة. إذا نقدر نقول وقاية، وما بقول علاج لأن الفيروس ما العلاج، لأن تخفف عليه. مكسرات هذا بيكون معزز بالنسبة لك، الثوم، البرتقال وخاصة القشرة البيضاء، والفواكه بشكل عام، الفواكه بصورة عامة، وكذلك سوب الدجاج أو الأشياء الساخنة، وبالذات يمكن سوب الدجاج لأنه مغذي وفي كذا خضار وفي ما شابه ذلك. عموما يعني انا قصدي خلي من عاداتك اليوميه تكون هذه ثلاث الوجبات تكون موجوده ونركز عليها. ايوه، بتكون خاصه في فتره الشتاء معززه للاطفال والكبار وكذلك. اقول اخر نقطه بالنسبه للاطفال، لانه يصير غلط، الطفل ما يبدا ياكل عدل، اروح اعوضه بالحلويات، اي شيء سكريات، وانت في فتره مرض بشكل عام انت تعطي غذاء اللي يحبه يعني، فتزيد من فتره المرض، تعطي اكل للفيروس او للبكتيريا وما قاعد تعالجه. اقطع هذه الاشياء تماما، اتحكم في هذه الفتره في الطفل واقلل منها واحوله الى الاكل الصحيح وكذا، وبعدين استمر على هالعاده، ما اخليها بشكل يومي. نعم. عموما احنا نشكرك جزيل الشكر. الله يخليك، انا سعيده أيضا زيارتك صراحة. وطلتك في برنامجنا على العين وعلى الراس. الله يخليك، وجد حتى. يعني ما تتخيلين مدى سعادتي وسعادة فريق العمل انك طليتي معانا واعطيتينا شيء من وقتك. بالعكس، هذا شرف لي صراحه. الله يخليك، تسلمي. خليل، بس في الجزء الاخير، تخصصك انت بيكون في اي مجال الدكتوراه يعني؟ السمنه بشكل عام. الله. احنا تخصص بالسمنه. ارجوك تخلصين بسرعه عشان ترجعي لنا. اجي اقول لكم ان شاء الله. شكرا لتيمنا ان شاء الله في الايام القادمه دكتورتنا القادمه الدكتوره بشاير، هي للحين قاعده تحضر الدكتوراه. أيوه. ولكن عشان نشجعها اكثر ونحملها كذلك المسؤولية وهي قدها ما شاء الله، الدكتورة بشارة بنت عبد الله الريامية أخصائية تغذية، كل التوفيق لك. الله يخليك، وإن شاء الله ترجعي لنا بالسلامة يا رب. إن شاء الله. شكرا يا رب، نلتقي إن شاء الله. تسلمين. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه فقرات برنامج قهوة الصباح، أتمنى وفقنا في تقديم الحلقة. إحنا وقت برنامجنا انتهى، أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة خير علينا وعليكم، وما عليكم إلا بس تحطون الإرادة وتحدد الهدف والسعى لتحقيقه. غصب طيب لازم يصير. السلام عليكم.